اخبار المكافآت والتحفيز ايه للقاء ده؟ يعني حاطين لهم ايه حوافز علشان خاطر الفوز باللقب يا استاذ سمير؟ هو الماتش اللي فات اللي هو مع الزمالك، هو احنا عندنا اللائحة بتقول الماتش اللي قبل النهائي في الكاس كل واحد بياخد 20,000 جنيه من اللعيبة. احنا ضعفنا لهم المكافأة، خليناها 40,000 جنيه لكل لاعب، وتم صرفها بعد المباراة مباشرة. ياه، طب دي حاجة عظيمة. يعني بعد المباراة مباشرة تم صرف وان شاء الله باذن الله يبقى في مكافآت كويسه ان شاء الله، لان الماتش ده هيسعد بلد بحالها الحقيقه. ومش بنقول الكلام ده لان احنا اقوى من الاهلي ولا الاهلي اقوى من النادي، لا، احنا بنقول الكلام ده لان دايما احنا بنؤمن بتداول الفرحه، لان تداول الفرحه ده بيبقى حاجه. النهارده المصري، بكره اسماعيلي، بعده الزمالك، الاهلي، يعني تداول الفرحه بيعمل بيخلي حتى للحياة طعم حلو.